مشاهدينا أهلا بكم. انتشرت الفترة اللي فاتت ظاهرة المواد الغذائية المضروبة والمغشوشة، والظاهرة أثارت الجدل بشكل كبير وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب شديد. وكان الأمر الأكثر إثارة هو النصفيه اللي قالوا إن هو مصنوع من بودرة البلاط، وبدأت القصة لما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوجود مصنع غير مرخص بيقوم بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، بجانب تزوير علامات تجارية لشركات كبرى لإنتاج الشاي ومشروب القهوة ومنتجات الحلويات. وشنت الأجهزة الأمنية بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة حملات مفاجئة على سوق الجمعة لتفقد السلع والبضائع المباعة للمواطنين بالسوق. وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على بائعي نسكافيه مغشوش بودرة، حيث كان يبيعون الكيس الواحد ب2 جنيه فقط. وضبطت القوات الأمنية مصنعا غير مرخص بيصنع نسكافيه داخل في صناعته بودرة البلاط، بجانب تزوير علامة النسكافيه الأصلي لخداع المواطنين. وتم ضبط 5 ملايين عبوة نسكافيه وشاي مخلوط ببودرة البلاط، وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع وإحالة المسؤولين عنه إلى النيابة التي تولت التحقيق. قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تمت إحالة القائمين على مصنعين المضبوطين مؤخرا لتقليد أحد ماركات الشاي والنسكافيه الشهيرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لهم، كما إنه تم التحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المقلدة والتي كان مستهدف طرحها في الأسواق للمواطنين. وأوضح خليل خلال تصريحات صحفية له إنه يتم حماية المستثمر الحقيقي من تقليد علامته التجارية، إضافة إلى التأكيد من طرح المنتجات والسلع بمواصفات سليمة وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمغشوشة. أيضا قال إنه تم ورود شكوى من أحد الشركات الكبرى العاملة في إنتاج الشاي بوجود مصنع بإحدى محافظات الدلتا بيقوم بتقليد العلامة التجارية الخاصة به. وأضاف خليل إنه تبين من خلال حملة ضمت مفتشي التموين ومباحث التموين صحة الشكوى من خلال ضبط المصنع في محافظة الغربية بيقوم بتقليد وغش العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والبيكنج باودر. وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن المواد الخام التي تم ضبطها في المصنعين يتم حاليا تحليلها. ولفت أيضا لأنه بعد انتهاء تحليل المواد الخام المستخدمة في المنتجات سيتم تحليل الصلاحية ومدى قابليتها للاستخدام الآدمي من عدمه والمطابقة بالمواصفات القياسية. وأوضح خليل إنه لا أحد يستطيع الجزم بصحة إن كانت تلك المواد الخام بودرة بلاط من عدمه إلا من خلال التحاليل التي يتم إجراؤها حاليا، قائلا بودرة البلاط لا تذوب في المياه. طيب نروح لحتة تانية، وهي ازاي نقدر نفرق بين المنتج الاصلي اللي هو النسكافيه والنسكافيه المغشوش. بتوجد مجموعة من العلامات اللي يمكن للشخص من خلالها التفريق بين النسكافيه الاصلي والمغشوش، ومن بينها بيبقى كيس النسكافيه الاصلي طريقة تقفيله بتكون ناعمة ومحكمة الغلق، اما عن النسكافيه المغشوش فبيكون محكم الغلق بثلاث طبقات مضلعة الشكل وبيكون بها العديد من التفريغات، أي إنها بتكون مغلفة بمكنة غير جيدة. كمان كيس النسكافيه الأصلي بيكون حجمه صغير وكذلك ليس طويلا، بينما كيس النسكافيه المغشوش بيكون طويلا عن الأصلي. وأيضا الخط المكتوب به على كيس النسكافيه الأصلي بيكون واضح وصغير، أما الخط المكتوب به على كيس النسكافيه المغشوش بيكون كبير وغير واضح. في حاجة كمان، وهي كلمة نسكافيه في المنتج الأصلي بتكون مكتوبة على خلفية باللون البني، أما المنتج المغشوش فبتكون مكتوبة على خلفية باللون الأسود، وكمان بتكون مكتوبة بخط كبير عن الأصلي. حاجة كمان، صورة المج المطبوع على كيس النسكافيه الأصلي بتكون واضحة وصغيرة الحجم، أما في النسكافيه المغشوش بتكون حجمها كبير. السعرات الحرارية مختلفة بين النسكافيه الأصلي والمغشوش، وطريقة الطباعة على أكياس المنتجين بتكون مختلفة بشكل واضح.
وكمان مسحوق النسكافيه في المنتج الأصلي ناعم الملمس ولونه ممزوج بين الأبيض والبني، أما مسحوق النسكافيه المغشوش فبيكون أبيض اللون وخشن الملمس. ومشاهدينا واضح ان في مواد غذائية كتيرة متواجدة في الأسواق مغشوشة، عشان كده لابد من السادة المواطنين ان هم يتأكدوا من كل حاجة قبل ما يشتروها. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.